الرياح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. كان بداو هاد الحصة هذه من برنامج الروح الخضراء بفقرة مشروع الأسبوع. مشروع الأسبوع مستمعينا اخترنا أننا غادي نتوجه لإقليم تنغير وبالضبط بقلعة مقونة، وغنسلطوا الضوء على واحد التعاونية اللي كتشتغل في تقطير الورد والمشتقات ديالو اللي هي تعاونية الفلاحية أم عياش. فغادي نرحبوا بسي رشيد نيت الحسين. سي رشيد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ بخير، الله يبارك فيك. مرحبا بك. مرحبا بكم أنتم في قلعة مقونة، ومرحبا بكم في عاصمة الورود، عاصمة الكرام، عاصمة الضيافة. مرحبا. إذا سي رشيد، في البداية بغينا نتعرفوا على التعاونية ديالكم، نعرفوها للمستمعين اللي كيسمعونا. مرحبا. أولا وقبل كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية تضامنية ملؤها التقدير والاحترام، تحية للمستمعين الكرام، تحية للطاقم التقني ديال الراديو أصوات. معكم رشيد نايت الحسين، رئيس التعاونية الفلاحية أم عياش لتقدير الورد. بالنسبة للتعاونية ديالنا، الحمد لله تعاونية معروفة على الصعيد الوطني، وكنت مسموح إن شاء الله باش تعرف على الصعيد العالمي إن شاء الله بحول الله. التعاونية أولا وقبل كل شيء، قبل ما نمشيو لوقتاش تأسست كفاعل جمعوي رشيد نايت الحسين، كنت فاعل جمعوي في عدة جمعيات وطنية، وقلت لي ما لا من أسس واحد التعاونية، حيت قلعة مقونة معروفة بالورد العطري، وقلنا بلي أنه لما لا باش ما نأسس واحد التعاونية ونخلقوا واحد فرص الشغل للنساء والشباب ديال المنطقة. والحمد لله جات فكرة موحدة، ومن ثم درنا اسمنا تعاونية نهار 9/4/2017. ملي طلق ذاك المخطط ديال التعاونيات القانون 12/112 ديال تسهيل مقاولات وتسهيل تعاونيات الحاملين للمشاريع، ومن ثم انطلقت الانطلاقة، والحمد لله إلى حدود الآن شد المسار ديالها، شد واحد التكلمة هي تصويقة وإيجابية وخط تصاعدي. إذا التعاونية يعني تكلمتي على الفكرة كيف جات، الآن يعني الأهداف ديالكم كتعاونية اللي اسطرتوها يعني في البداية في التأسيس. الأهداف ديال التعاونية أولا قلنا لأنه وراء واحد المنتوج اللي هو منتوج كما تنقول ديال الورد العطري، علما لا باش ما نديرو تقطير نيت، تقطير تكون مقنن، تقطير نيت المستوى تكون الجودة عالية. علاش؟ حيت ما الورد الأغلبية سبحان الله العظيم كيدير ديك قلعة مقونة، وإلا كيصيبو في، يقدر يصيبو في كازا، يصيبو في مكان كيصيبو، ولكن ماشي ماء الورد المقطر، يا إما تيقطر الورد الياف. الورد اليابس واخا قطرتيه راه ما كيعطي، هو راه بحال شكل ما بحال اللي فيه الحساسيات يعاني منه. وثانيا اللي تيجيب واحد البودر تيبدا يديرو في الكرميل الكبير ديال الماء، ومن ثم تيقول لهم الناس بانه راه ماء الورد، وتيبدا يبيع بالقرعه ديال 200 مليلتر ب 5 درهم. واش كاين شي ماء الورد ديال 5 درهم؟ الورد الغالي، الورد تيدير 30 درهم الكيلو، 35 40 درهم الكيلو، راه كنهضر على الخضر. وبنادم تيجي تيبدا يقطر غير هكاك. حنا الحمد لله قلنا بانه الاهداف ديالنا غندخلوا فيه تقطير الورد، نبغيو بزاف على تقطير الورد باش نبيعوا للناس ماء الورد اللي هو ماء الورد مقطر نيت الفري. والحمد لله كاين الاقبال في المغرب كامل، اي واحد كيدير الماء الورد المقطر والا كيرجع ليه. وثاني درنا الاهداف التعاونيه هو حول ما امكن ندخلوا هذا الشيء ديال عالم الكوسميتيك اللي هو مواد التجميل، ودخلنا ليه الحمد لله في هذا الشيء ديال الكريم اللي صابون البلدي، اللي ماسك، مقشرات والتبريمات، وعطت النتيجه والله مالك الحمد. اذا الان بغينا نتكلموا على الطريقه كيفاش كتشتغلوا، لان ذكرتي لنا بزاف الامور اللي كتخدموا عليها، فكيفاش هذا الشيء كتصيبوه؟ غير بالنسبه للتقطير ماء الورد ومن هذا المنبر غادي نشكر الغرفه الفلاحيه ديال جهه رعايه فلال، والمديريه الفلاحيه ديال جهه رعايه فلال، والجميع
المكاتب اللي متعلق بالفلاحة ديال جدرة فلال اللي عاوننا واللي واكبوا التعاونية ديالنا واللي استفدين في المخطط المغرب الأخضر في 2020 الحمد لله بواحد لينتي اللي هي لينتي عصرية نقية وزوينة. وبالنسبة للاشتغال ديالنا اشتغال موحد وفيه النساء فيه الذكور والحمد لله غدا كما قلت في الطريق الصحيح. نعم، فملي كنتكلموا على هذه المساله دابا الناس اللي كتسمع تقطر الورد، فهذه العمليه ديال تقطر الورد كيفاش كديروا لها؟ تقطر الورد كاين كتلوحوا في القطاره اولا تمشيو في الصباح بكري كتجني كيجيبوا لك الورد، الورد اللي هو الورد انا كنقول الخضر، من ثم كنلوحوا القطاره تخدم في القطاره 3 سوايع 4 سوايع هكاك، ومن ثم تيخرج الماء الورد اللي هو كما قلنا الورد من قطر الغري. وبالنسبه ل عاوتاني لي كريم وزاد كاين مختصين ديال لي كريم اللي كيدوزوا التكوينات على لي كريم وعلى الصابون البلدي وعلى لي ماسك كل منتج والمختص ديالو. كاين بطبيعه الحال يعني ناس اللي كيشتغلوا معكم داخل التعاونيه، ف شحال تقريبا عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين اللي معكم يعني داخل التعاونيه؟ غير بالنسبه للورد كما تنقولوا بالنسبه للوزين جميع التعاونيات في قلعه نقولها راه تيخدموا غير في لابيريود ديال شهر 4 5 6 عندهم داك 3 شهور باش تيخدموا تيوجدوا العام كامل. ولكن بالنسبه لهذوك اللي تيجلسوا عاوتاني تيبقاو عندك دائمين هذوك اللي تيجلسوا باش يبيعوا في لي سال ديال ليكسبوزيسيون. وبالنسبه لعاوتاني هذوك اللي تيمشيو معاك للمعارض فيما كان شي معرض تدير مسوق خاص للتعاونيه في كل جهه وفي كل اقليم. الناس اللي رسميين في التعاونيه هما اربعه ديال الناس اللي رسميين دوكا، ولكن بالنسبه للبيريود ديال الورد كنوصلوا حتى ل 20 واحد حيت كل واحد فين تيخدم. مساله التسويق كيفاش كتقوموا بها؟ بالنسبه لمساله التسويق انا من هذا المنبر غادي نقول الاغلبيه ديال التعاونيات كيبداو يهضروا تيقول لك لانه مشكل التسويق، كاين مشكل التسويق هو المشكل العويص في المغرب. انا كنقول لانه راه ما كاين مشكل التسويق، علاش؟ جميع المعارض تحلوا الحمد لله. ياه غادي ما غاديش نهضروا على كوفيد، كوفيد راه في العالم كلشي راه تضرر ماشي غير التعاونية، ولكن غنهضروا قبل كوفيد ومن بعد كوفيد. قبل كوفيد الأغلبية تيدير المعارض تيشارك في المعارض، ولكن شكون اللي تيشارك في المعارض؟ تيشارك واحد اللي غير باغي يشد غير النهار ديالو، أو لا تيشوف غير وحدة ولا واحد ما عندوش الهم التسويق تيقول غير بغيت نشارك. ولكن الحمد لله غادي نهضروا على التعاونية ديالنا كتعاونية أم عياش. وبالنسبة كرئيس تعاونية كنكون بنادم تنقول ليه كنوعي بنادم تنقول ليه بأنه خصك المريض راه خاصك تعرف كيفاش تبيع. أولا حط التليفون جانبا وحط كل شيء جانب، حط المشاكل ديالك، حط كل شيء وجهي بروزونتي راسك أولا وقبل كل شيء تقول لأني خاص بروزونتي راسي وعاد المنتج ديالي ومن ثم نعرف كيفاش نهضر نسوق المنتج ونعطي الضحكة للناس، الضحكة النقية الزوينة كتعطيها للناس. أي واحد اللي جا راه تيشري علاش تيشوف وجهك بعدا قبل من كل شيء ومن ثم المنتج ديالك ومن ثم التعامل ديالك معاه، وإلا كيشري بزز منه وغادي يديها ومن ثم إلى يديها تيلقى بأنه راه عندك الجودة راه ما عمره غيخطاك. والحمد لله كاين المعارض الوطنية ديال الفلاحة وديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني زائد ديال الجمعيات زائد الأسواق النموذجية اللي داروا دروكا في المغرب كامل بحال المراكز خاص ديال هادشي ديال المنتوجات الفلاحية كامل المنتوجات المجالية اللي في المغرب. بالنسبه للتسويق راه غير بنادم اللي تيقلب راه غادي يلقى كما تنقولوا. رشيد نيد الحسين ذكر انك رئيس التعاونيه الفلاحيه ام عياش، غتبقى معنا فقط باش غنتلاقاوك في فقره نصيحه الاسبوع. الروح الخضراء افكار ونصائح باش كل خطوات تحقق. وصلنا اللحظة مستمعينا لفقرة فكرة الأسبوع، بحيث أنه انطلقت بالحزام الأخضر بالمدخل الشرقي لمدينة جقول ميم عملية تنقية واسعة بهذا الحزام في إطار تنزيل برنامج أوراش على صعيد الإقليم في الشق المتعلق بالورش المحافظة على البيئة.
وكتروم هاد المبادرة البيئية اللي كتنجزها جمعية التوغيل للتنمية المساهمة في الحفاظ على الحزام الأخضر الذي يعني لا يمكن إنكار أدواره البيئية اللي لعبها والمتمثلة في تصدي الظواهر والمشاكل البيئية اللي كانت كتعاني منها مدينة قلميم واللي منها الحد من توغل الرياح الشرقي، أيضا انتشار الغبار والمساهمة في تلطيف الأجواء، كما يكتزي الحزام أهمية أخرى تتمثل في التنوع البيولوجي والمحافظة على بعض السلاسل البيولوجية. وكيمتد الحزام الأخضر على مساحة إجمالية كتبلغ 180 هكتار تم إنجازها عبر عدة أشطر منذ 2005، تمتد من جبل نسر والطريق المؤدية لإقليم السزاق باش تشمل قدم جبل تيريت وأيضا ضفاف وادي أسيف أوزدرو ثم محيط منطقة الموحدين بالمدينة. الروح الخضراء، الفكرة من عندك ونصيحة والمك. إذن مستمعينا، الختام دائما كيكون بفقرة نصيحة الأسبوع، ودائما معنا رشيد نيت الحسين اللي هو رئيس تعاونية الفلاحية أم عياش. إذن سي رشيد، بغينا اليوم توجه نصيحة للشباب المقبلين على تأسيس تعاونيات يعني في المجال ديالكم، شنو هي النصيحة اللي ممكن أنك تقول لهم اليوم؟ أنا واحد النصيحة اللي تنقولها ماشي مرة ماشي جوج، تنقولها في جميع الملتقيات التكاوين، لأنه الشباب الحاملين المشاريع أو الشباب كما بغا يكونوا الشباب الحاملين المشاريع الحاملين الأفكار ولا اللي عندهم الدماغ ديالهم، كنقول لهم بلي أنا وراه ما يأسوش وما يتسناوش لشي حد باش يقول لهم سيروا لهاد الجهة. أي حاجة جات في دماغك، وكنقول للبنات بأنه خاصو تفهم كرشيد نايت الحسين كنقولها وعاد كنقولها، لأنني من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي نقص في الرجل اليمنى، ولكن الحمد لله ما خليت حتى منطقة وما خليت حتى بلد في المغرب من طنجة حتى للدخلة، والله ملك الحمد. أي واحد راه كيسمعني ولا كيعرف رشيد نايت الحسين نقلعت نكون، لأنه عندي تحدي، عندي واحد الإرادة، خاصني نوصل وخاصني نوصل، خاصني ندير مشروع، خاصني ندير مشروع. راه اي واحد عنده العقل راه خاصو يوض فراسو براسو، وهذا الشيء اللي توصي به الشباب باش ما يقولوا بلي انا وراء انا قاري، خاصني نتسنى الدوله باش توظفني، خاصني نوظف وخاصني نعطي باش الدوله تعطيني، الا ما عطيت الدوله راه ما غاديش تعطيني. هذا الشيء اللي تنقول لاي واحد للشباب فيما بيكون، لاي واحد فيما بيكون كنقول له هذا الوصيه بلي انا وراء لا ما يأس، وخاصو يوصل لقدام ان شاء الله راه غادي يوصل. تكون غير عنده واحد الاراده القويه راه غادي يوصل، والايمان ديالو بالله وما ينفق حتى واحد وما يحسد حتى واحد، اي حاجه عنده يعطيها وراه غادي يوصل، غيوصل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سي رشيد نيت الحسين، ذكر انك رئيس التعاونيه الفلاحيه ام عياش. اذا مستمعينا، بهذا كنوصل لنهايه المجله ديال الروح الخضراء، الى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.